إشكال فعلا والله العظيم إشكال. بل صار يضرب المثل بالذي لا علاقة له بالإسلام. فاش في مسألة ضبط الوقت وتحديد الأهداف، هو ما عنده هدف في حياته. كنتكلم على الحياة الحقيقية، ما عندوش ريحة الهدف في حياته. هو بغي ياكل ويشرب ويتنعم ويدير الرياضة، ولكن هي إلا حياتنا الدنيا، لا نعيش وما يهلكنا إلا الدهر، نحيا وما يهلكنا، هذا خدام والو، كناكلو كنشربو، وما عندوش ريحة الهدف. كتقول لي من اللي غادي تموت؟ كيقول لك من اللي نموتورا غنتخشاو في الأرض، غنوليو أملاح معدنية. أسيدي ما بغيتش نتخشاو في الأرض، أنا غادي نخلي وصية يدخلوني لذاك الفران، ذاك الانسينيغاتور، يدخلوني للفران ويحرقوني، والرماد يديرو في واحد القلوش يعطيو لشي واحد في العائلة. كاينين الناس كيديرو القضية. كتدخل عنده للدار كيقول لك قدم لك الزوجة، الوليدات، هذا ولدي الكبير، بنتي الصغيرة، هذا القلوش راه فيه جدة، وهذا راه فيه خالتي. ولا راه كيجيكم هادشي كاريكاتوري، والله العظيم الناس عندهم هادشي، ناس عندهم عادي. واحد ما لا يعتبر للآخرة أدنى اعتبار، ليس له بالنسبة للآخرة أدنى اعتبار، راه عادي أنه شي حوايج تبان لك أنت من السفه، هو بالنسبة لي أمور عادية طبيعية. إنسان ملحد لا يؤمن لا بوجود إله ولا بوجود أنبياء ولا ملائكة ولا رسل ولا جنة ولا نار ولا شيء من هذا القبيل. وكيقول لك هادشي كله اللي كنشوفوا فيه إنما هو حثالة كيميائية بقات كتحرك بمفعول نظرية التطور، كنتحركوا وصافي وعطات هاد النتيجة، والقانون الانتخاب للأقوى والأصلح وكذا إلى آخره، باش ولينا حنا في حلقة. فهذا منطقيا هذا خص ما يكون عنده اعتبار لا للوقت ولا للزمان ولا للمكان ولا حتى شي حاجة، أنه ما عنده هدف، ما عنده غاية، ما عنده قيم. مبدأ الخير والشر بالنسبة للملحد الذي هو في انسجام إن صح التعبير مع إلحاده، مبدأ الخير والشر لا 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 منطق له بالنسبة للملحد. ما كاينش حاجة مثل الخير والشر، ومع ذلك تجده حريصا على وقته وحاط لراسه أهداف وتتعلم مهارات وتدير. والمسلم الذي يريد أن يلقى الله عز وجل ويعلم يقينا، عنده علم اليقين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، والرواية الأخرى في الصلاة واحد جوج وفيها حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه الوقت، وعن شبابه فيما أبله تخصيص بعد التعميم، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فعرف المسلم يعلم يقينا من اللي كيقول لك لا تزول قدم عبد، يعني راك ما غتململش حتى تجاوب على هاد الربعة. الأسئلة كلها بالنسبة أسئلة في الوقت، والأخرى عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه غلقها مرتبطة بالوقت، لأنه منين غيجيب لك فلوس خصو فين غيجري؟ غيجري في الوقت. ما يمكنش الإنسان يتحرك إلا في فضاء، إلا في مكان، وإلا من خلال زمان، هما O X Y Z و T، أربعة ديال المعالم على قبل الإسباس، وعندك معلم أخر ثلاثة المعالم على قبل الإسباس، ومعلم أخر زيدهم اللي هو الزمان، وهذوك ما كيتفرقوش على بعضياتهم. كنتكلموا على عالم الشهادة، عالم الغيب شيء آخر، هذاك موضوع آخر. وهذا الشيء أنت اللي غتحاسب عليه راه هو رأس المال اللي عطاك سيدي ربي. قال لي غتاني من خمس سنة قبل خمس، دخل فيها شبابك قبل هرمك، ودخل فيها حياتك قبل موتك، كلها وقت، وكاين معها صحتك قبل سقامك، وفراغك قبل شغلك، تهو دخل فيه الوقت. فها رأس المال، سيدي ربي عطاك رأس المال، قال لك هو هذا، قال لك اغتنم، أنا نعطيك رأس المال واغتنم أنت هذا رأس المال، ثمرو خدم به. قال لك ولكن راه ملي غتجي غنحاسبك هذاك راس المال، حيت انا اللي عطيتك راس المال، راه انت مالك والو، اللي دزتي في الدنيا ما كان عندك حتى حاجه. هل تعالى الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا؟ ما كانش عندك حتى السميه، ما والو، ما واحسن ربي سبحانه وتعالى وافضل القول قول ربي، وهو يعبر عن عدمك بقوله لم يكن شيئا مذكورا، يعني لم تكن تخطر حتى على بال من سينجبك. أعطاك نعم سيدي السمع والأبصار والأفئدة، وأعطاك المال، وأعطاك وأعطاك وأعطاك، قال لك هذه كلها رؤوس أموال، على رأسها رأس المال الأكبر وهو وقتك، وهذا رأس المال الأكبر هو الذي سيكون عليه السؤال الأعظم.
القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري.